احنا دلوقتي وصلت لأوزبكستان، معانا المتسابق محمد يحيى. ومن دولة أوزبكستان ينضم إلي المتسابق محمد يحيى. محمد، كيف الحال؟ الحمد لله بخير. قل لي محمد، كيف استعدت لهذه المسابقة؟ أنا أصلاً كنت أستمع الانشودات كثيراً واستعدت، أصلاً كنت أنشدت الإنشاد الذي أنا سأنشدها. أنت كم سنة في مصر؟ أنت تعلمت العربية قريباً صحيح؟ لا، منذ ما أتيت، منذ سنتين ونصف. بالتأكيد هناك العديد من المشاهدين في أوزبكستان يشاهدونك الآن، إذا وددت أن تقدم لهم أنشودة لمدة دقيقة واحدة تفضل. أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا، يا إمام الأنبياء، أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوضري، أنت هاد وصفي، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أتمنى لك التوفيق. جاهز إن شاء الله؟ إن شاء الله. تفضل، المسرح معك. ما شاء الله محمد، كيف حالك؟ الحمد لله. تتكلم العربية؟ نعم. تفهم اللهجات العامية العربية أو لا تفهمها؟ نعم قليلا. يعني لو كلمتك بالليبي تفهم عليا ولا ما تفهمنيش؟ لا، أحسن بالفصحى. بالفصحى. طيب حبيب قلبي، أنت من أوزبكستان؟ نعم. لغتك الأم الأوزبكستانية أو يعني اللغة العربية؟ نعم، أوزبكستانية. طيب ستنشد لنا بأي لغة؟ باللغة العربية. لا بأس، أنت قدم ما أنت أعددته، لكن ممكن نسمع منك بعدين إذا كان أحببت نسمع منك شيء أوزبكي. تلخبط له حساباته. ممكن؟ يلا بسم الله على بركة الله. أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا، يا إمام الأنبياء، أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوضري، أنت هاد وصفي، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يرتوي بالحب قلبي، حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي، يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك،
يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. محمد يحيى من أوزبكستان، أحسنت، ربنا يوفقك إن شاء الله. إن شاء الله. رأي لجنة التحكيم، سيد أحمد الطلحي تفضل. أنا لسه طمعان أسمع حاجة أوزبكية، يمكن؟ أي لحن هكذا ولو بيتين، يعني حتى يكون هذا سبق لقناة إقرأ ولجمهورها العريض حول العالم أننا نستمع إلى منشد في مداح الرسول أوزبكي بلغة أوزبكية بألحان أوزبكية. بمجلس ده مزاتلر محمد كيقن لردور وقبول سين صلواتلر محمد كيقن لردور. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ربي يزيد ويبارك يعطيك الصحة والعافية، وخير ربي يحفظك ويحفظنا أوزبكستان التي تخرج لنا أمثال هؤلاء من طلبة العلم والمنشدين. بنقول لك على حاجة هلبة 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 قوية، أنت بطل وأنا قدامك محرج، محرج من شني؟ أنا ما نقدرش ننشد باللغة الأوزبكية ولا نقدر نعرف النغمات الأوزبكية، أنت جيت للوطن العربي تعرفت على اللغة العربية وأنشدت في اللغة العربية، من الأقوى أنا ولا أنت؟ أنت الأقوى، أنت تعرف اللغة الأوزبكية وتعرف العربية وتنشد بالعربية والأوزبكية، أنا لا أستطيع الإنشاد باللغة الأوزبكية ولا أعرف يعني معانيها ولا مفرداتها، فهذه نقطة قوة عندك ممتاز جدا، وهذه يعني تحسب لقناة إقرأ أنها اليوم تجذب لنا من حول العالم منشدين بلغات متنوعة متعددة. أتمنى لك كل التوفيق حبيبي في قلبي وموفق إن شاء الله. شكراً للأستاذ. شكراً يا أستاذ أحمد. الأستاذ عبد الرحمن تفضل. محمد أنت كنت خايف، صوتك كان يرتعد في أكثر من يعني الموضع، يعني ظهر عليك التوتر اللي ما خلاك تقدر تسيطر على صوتك، كنت رائع محمد، أتمنى لك كل التوفيق. شكراً لحضرتك يا أستاذ عبد الرحمن. الأستاذ ياسين، إيه رأي حضرتك؟ أنا حابب أعمل معه تجربة عملية مباشرة، قل معي. يا رسول الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا حبيب الله، يا حبيب الله، يا حبيب الله، يا 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 يا. أنا أتمنى لك كل التوفيق وأتمنى منك إن شاء الله أن قبل أن تبدأ وتصعد على المسرح أن تعمل ميزان للطبقة، تختار الطبقة المناسبة لصوتك. أنت كان المشكلة فقط هي طبقة الصوت منخفضة جدا، أما صوتك ما شاء الله جميل وعندك مقدرات جيدة، بسم الله ما شاء الله، فتح الله عليك. شكرا لحضرتك أستاذ ياسين. دكتور طه، إيه رأي حضرتك؟ صوت جميل طبعا الأستاذ عبد الرحمن، فتح لي باب أتكلم فيه. النوم خميرة الصوت، يعني إيه النوم خميرة الصوت؟ طب ما أنا ممكن أغمض عينيا وأستلقي. لا، لازم تنام. ليه النوم؟ لأنه أنت نايم ما بتسمعش. طب إيه ده صلته؟ لأنك طول ما أنت بتسمع أحبالك الصوتية بداخلك بتتحرك، ففي حالة النوم يحدث سكون فعلا في الأحبال الصوتية، فلهذا سكون تام. أما حينما أستمع إلى أي منشد أو أي قارئ، مجرد الاستماع أحبالي الصوتية بتتحرك معه، ولذلك بقول لكل متسابق لا تستمع إلى المتسابقين الذين قبلك، لأنك ستتأثر وتبذل جهد وأنت تسمعهم. هذا من ناحية. بالنسبة للمتسابق محمد يحيى، بدأ الله لك بالتوفيق ولك كل التحيات.